السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء جديد مع أسرة حزينة ومكلومة من الأسر التي فقدت عزيزا لديها في برنامج أحياء في الذاكرة. بطل حلقة اليوم كان رمزا للأخلاق والدين والأدب. فقيد حلقة اليوم بكاه من عرفه وحتى من لم يعرفه، فقد كان إلفا مألوفا حسن الأخلاق، من الذين إذا قابلتهم يخيل إليك أنك عرفتهم من قبل، هكذا حكوا عنه وقالوا عنه. هو الخلوق الحيي الذي يتحرى الحلال ويتجنب الشبهات كما قالوا عنه. كان حليما ولم يكن يرد الإساءة أو الأذى كما يشاع عنهم. كان وكان والكثير مما كان، لكنه قضى في تلك الأحداث حين عبر عن رأيه بكل حرية، ظنا منه أنه لن يعارض ولن يقنصه الرصاص. لنتعرف عليه عن قرب ونبدأ بهذا التقرير عن الشهيد سعيد الجزار. عرفته منذ أكثر من ربع قرن، ما عرفت فيه إلا الهمة الصادقة والعزيمة المخلصة لدين الله سبحانه وتعالى. عرفته رجلا، عاش رجلا ومات بطلا. هكذا تحدث الدكتور منير جمعاء، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنوفية. سعيد سيد محمد سيد الجزار ولد في 16 من إبريل عام 1971 بعزبة عثمان بالشبرى الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية في أسرة متدينة، وهو الابن الثالث لأبي سعيد. يعني رحمة الله عليه، يعني هو كان السبب في التزامي وسبب في زواجي من زوجي، فسبحان الله يعني الواحد ما بينساهوش لحظة، لأنه سبحان الله يعني كان الطريق، يعني هو كان سبب الطريق اللي أنا فيه الحمد لله رب العالمين. فطبعا سعيد سبحان الله يعني من أعز إخواتي، من أعز الناس إلي، يعني هو كان يعني كنت بعزه جدا. برز سعيد الجزار بين أقرانه في مراحل التعليم المختلفة، وكان صاحب مواهب متعددة، وبسبب ضيق ذات اليد كان يعمل في العطلات الصيفية للإنفاق على نفسه ومساعدة والده، إلى أن حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة عين شمس. التحق بعد تخرجه للعمل مدرسا للغة العربية بوزارة التربية والتعليم. أستاذ سعيد الجزار كان مدرس لغة عربية وأنا كنت باخد معاه درس، هو يعني كان بالنسبة لي مربي أكتر من كأنه معلم. فأستاذ سعيد يعني كان أخلاقه بسم الله ما شاء الله، يعني كان كل الناس تشهد بأخلاقه، يعني كان كل الناس بتحبه، يعني كان دايما وقت ما محتاج لحاجة كان دايما بيبقى جنبي. لما ما أكون مثلا في حاجة مضايقاني كان دايما بيفضل جنبي يقول لي ايه اللي مضايقك. انا كنت بقابل الشهيد باستمرار تقريبا حوالي مرتين في الاسبوع على الاقل، يعني كانت عموما معرفتي بيه لان هو كان بيدربني على الالقاء الشعري، فكان ده اللي وطد جدا العلاقة بيننا يعني. وهو كان دايما في مثابة الناصح والواعظ، هو كان يعني من كتر قربه للشباب اللي في سننا هو أطلق عليه هنا أبو الشباب يعني. تزوج سعيد الجزار في 2 أغسطس عام 2001 ورزق بابنتين، دعاء 6 سنوات وسهيلة 4 سنوات، فتاتان في عمر الزهور. تفتح باب غرفتهما فلا تجد أمامك ما تجده عند الفتيات الصغيرات من ألعاب وعرائس، وإنما صورة والدهما الذي قتل في مذبحة رابعة معلقة على الحائط فوق رأسيهما، فهو من كان يطمئن عليهما قبل النوم، والآن يأتي الاطمئنان والسكينة من صورة لا تتحدث ولا تربت على الأكتاف، طمأنة رمزية واشتياق لحنان الأب. إذن الشهيد سعيد الجزار هو المربي، المعلم، المبتسم، أبو الشباب، هكذا وصفه تلامذته. وما يعني أفضل من شهادة التلامذة حين يشهدون لمدرسهم، ونحن لا ننسى مدرسينا ومعلمينا على مر حياتنا وأيامنا. رغم أن الآلام والأحزان بفقد الرجل تحيط بالأسرة، إلى أن أسرته الكريمة وافقت مشكورة على أن تكون معنا، ولعلنا سنتواصل معهم بعد قليل. كنا قد تواصلنا معهم عبر سكايب، لكن
كما استمعنا إلى هذا التقرير، سعيد سيد محمد الجزار من محافظة القليوبية، حاصل على ليسانس أداب قسم لغة عربية من جامعة عين شمس، وهو مدرس اللغة العربية. ومن منا ينسى مدرس اللغة العربية الذي علمه القيم والمبادئ، علمه حروف اللغة التي حين يتحدث بها أحد فإنما يتحدث عن بلاغة شخصية وفصاحة وحكمة، هكذا هم أهل اللغة دائما. وما رأينا صاحب لغة أبدا يعرف إرهابا ولا يعرف تكفيرا إلا القليل. نتواصل مع حمادة الجزار، أخو سعيد الجزار. أستاذ حمادة أهلا بك معنا، معذرة يبدو أن سكايب يعني انقطع الاتصال من خلاله، لكن يعني نتواصل معك من خلال الهاتف ولعل صوتك يوصل هذه الرسالة. من هو سعيد سيد الجزار؟ سيد الجزار يعجز الإنسان أو أعجز أن أنا أقف أشياء كثيرة أقول لسيد الجزار. أقول لسيد الجزار هل كان سعيد الجزار رحمه الله الشهيد سعيد، هل كان مجرد شقيق لك وأخ؟ هل كان مجرد أخوة نسب أم ماذا؟ لا ده أخ، يعني مش مجرد نسب فقط، بس لازم ده كان أخويا، وزي ابني، يعني كان هو يعتبرني كأب لي، لأن أنا دائما لا نتعرف بعض رغم المسافة السنية بيني وبينه، لأن أنا مثلا أكبره بخمس سنوات، لكن نحن أكبرني علما وأدبا وأخلاقا وكل شيء، وأنا أتعلمت منه كثير. نعم، ماذا تعلمت منه؟ يعني هذا لنتعرف على شخصياته. يعني السيد يعني في البداية، في بداية حياته كان عطاء، يعني كان في المرحلة الابتدائية كان يقف عليه التلاميذ اللي كانوا يعني بيعتاد عليه التلاميذ اللي هو الضعاف، يعني كان في التلاميذ ضعيف. نعم. كان يحافظ، كان يعني طيب أستاذ حمادة، لعل ذلك أيضا كان هناك يعني في التقرير المزيد من التفاصيل عن هذا، لكن والحمد لله سكايب عاد إلينا في التواصل معكم. أستاذ حمادة دعني أسألك عن يوم الحدث، يوم فقدان الشهيد سعيد الجزار، كيف كان؟ أنا طبعا كنت بفضل الله تعالى كنت على اتصال مباشرة، يعني مستمر لقد الأحداث وعلى اتصال مستمر ودائما في زيارة لي واتصل بيه دائما. وقت الحدث يوم الثلاثاء اتصلت بيه للكابتن سعيد. كان فين؟ المكان كان فين؟ عشان في رابعه. يوم الثلاثاء 13 عملية كان في رابعه. اتصلت بيه الصبح ساعة موضع الفصل، سمعت من اجزاء العمل ان في ضرب. فزمايلي اصدقائي في العمل قالوا لي اتصل فينا اتصلنا على الاستاذ سعيد. فانا اتصلت بيه على الاستاذ سعيد. قلت له سيدي التسليم دلوقتي انا الحمد لله انا موجود في البيت. انا لسه كنت موجود في مكتب الليل وجبت الفجر وانا موجود في البيت، فاطمئن قلبي لوجودي في البيت. بعد ذلك روحت البيت بعد ما انتهى العمل، فجاءني تليفون من اختي الصغيره قالت لي اخوك استشهد، سيدي استشهد، انهيار. لما تمسك نفسي مع سماع هذا القبر. نعم. لأن العطلة بدأ نكلمه، بس نكلمه. فقلت سعيد. عمال أقول سعيد، معقولة سعيد أكلمه. فدهلت. لم أدري ماذا فعلت. كنت طبعا أنا بتعامل خشونة قوية، خشونة في قدمي. أنا مش عارف أنا عملت إيه، بتجري بقوة. مش عارف أنا قوة، يعني قوة جات لي بتجري بقوة، بتجري لحد ما وقفت. طيب اسمح لي يا أستاذ حمادة، يعني هل كنت لا تتوقع أن يحدث ذلك لأخيك، ولا ما كنتش تتوقع مجزرة رابعة بهذا الشكل الذي لن ينساه التاريخ؟ حقيقة كنت أتوقع الشهادة لأخي طيب. ليه؟ يعني في المرة الأولى عند الحرس الجمهوري اتصلت بيه، عند الحرس الجمهوري اتصلت بيه، فلم يرد عليا، فظننت أنه استنشق كذا مرة لحد ما تواصلت مع نسيب مصطفى السيد، قال لي الحمد لله سعيد بخير. فقلت له عادي، اللي كان يطمئن قلبي عادي اسمع صوته كده كلمه، ولم اطمئن، يعني لحد ما اطمئنت عليه ورفع عليا بنفسي، معلش يا حماده. هذا
هذا يوم الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري. فمن هذا الوقت من هذا الموقف يعني كنت شعرت بالشعور يعني السيد ممكن في اي وقت يتفاجئ. طيب اسمح لي اكلم زوجته الكريمه مدام فتحيه زوجة الشهيد سعيد سيد محمد الجزار من محافظة القليوبية، هذا المربي المعلم أبو الشباب كما كان يسميه تلامذته، لأنه لم يكن مجرد فقط معلم للغة العربية ولكنه كان مربيا لهم كما وصفه تلامذته، والتلامذة دائما لا يقولون إلا ما يشاهدون، خاصة بعد أن يترك هذا المدرس في مكانه ويواصل حياتهم، فنعم الشهادة هي. يعني أم دعاء وأم سهيلة، دعاء عندها 6 سنوات وسهيلة 4 سنوات، ربنا يبارك لك فيهم ويكونوا خير خالف إن شاء الله تعالى، ويكون يعني تحتسبي زوجك في الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيق. بشكرك جدا على تلبيتك دعوتنا في هذا البرنامج، لكن أنا عايز أتكلم عن مفهوم الشهادة اللي أنتوا بتتكلموا عنها. هل كان الأخ سعيد رحمه الله يتحدث عنها بشكل كبير؟ حضرتك الأخ سعيد يعني أنا فوجئت إن هو يعني هو سعيد أصلا حياته تحس إن هو الدنيا لا تمثل عنده أي شيء، يعني سعيد كان حياته أصلا كلها حياة ربانية، يعني سعيد دائما تجدوا هو حافظ للقرآن دائما، يعني حتى كنت في حياتنا العادية لما كنت أكلمه عن حاجة من أمور الدنيا فكان يقول لي إن شاء الله في الجنة، فأنا كنت يعني كنت أضحك وأفتكره بيقولها كده، أتاري يعني اكتشفت بعد كده إن سعيد فعلا يعني يعيش بيننا في الدنيا، أما قلبه معلق مع الله سبحانه وتعالى ومعلق بالجنة. والأكثر من كده إن يوم الحرس الجمهوري أخي كان معاه يعني فبيحكي لي إن هو رأى سعيد حزين حزن شديد جدا بعد مذبحة الحرس الجمهوري، ظنيت إن حزنه ده لأن هو كان على طول يقول لي لا الجيش فيه شرفاء، الجيش فيه شرفاء مش معقولة الجيش يضرب، فظنيت إن حزنه ده لأنه رأى إن الجيش بيضرب في المتظاهرين، لكن اكتشفت بعد كده هو كاتب على الفيس بيقول أنا أصابني حزن شديد جدا إن ربنا لم يختارني شهيدا في يوم الحرس الجمهوري، وقال إن أنا سألتها من الله بصدق وأنتظر من الله أن يرزقني الشهادة. فيعني كان حديث سعيد وطلب الشهادة يعني حديث صادق وطلب الشهادة بصدق، وإن يعني سبحان الله في الفترة الأخيرة احسست ان هو يعني كان بيأدي حق البنات عليه ان هو ياخدهم ويخرجهم وياخدهم معاه طول يوم الثلاث ده في ربعه ويقضي معاهم اليوم كله، وان هو يعني يطمن على اصحابه اللي بقالهم سنين ما اطمنش عليهم، وكانه هو كان سبحان الله كان بيستعد للشهاده يعني، ولكن ده كله الواحد يعني ما خدش باله يعني منه غير بعد ما نال الحمد لله الشهاده اللي كان بيتمناها يعني. انا اعتذر بس عن انقطاع سكايب، يبدو ان هناك تعذر في التواصل الكامل معاكم، لكن اسمحوا لي اكمل اللقاء معاكم من خلال الهاتف. طيب مدام فتحيه، وانت زوجة الشهيد سعيد الجزار، أنت كنت يعني تتحدثين معه دائما عن أمنيات في الدنيا فيقول لك في الآخرة، هل معنى ذلك أو في الجنة على حد قولك، هل معنى ذلك أنه لم يكن متطلعا في الدنيا، لم يكن يحب الحياة، لم يكن لديه أمنيات وطموحات في الحياة يعلمها لأولاده، هل كان فقط ينتظر يعني الآخرة فقط يعني؟ لا لا أبدا، سعيد على فكرة كان طموح يعني، ولكن الطموح مش اللي هو اللي يخلي يعني بنرى بعض الناس طموحهم كله في الدنيا، أما سعيد يعني هو كان طموحه يعني أكثر كمان في الجانب العلمي، يعني إن هو كان فرح جدا يوم ما كتب كتابه الأول اللي هو الدعاء، كان فرحان بيه جدا حتى يعني بيقول أنا حاسس كأني جالي موجود. معذرة أتأكد بس من المعلومة، هو كان بيألف كتب أو بيكتب كتب؟ أيوه سعيد كاتب كتابين تم نشرهم، وفي كتاب ثالث كان المفروض إن هو تحت النشر يعني ساعة ما استشهد. عن ماذا يتحدث الكتابان؟ بيتكلموا عن ايه؟ الكتاب الاول اللي هو الدعاء بيتكلم عن فضل الدعاء واداب الدعاء ويعني وكيف الانسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويدعو
يعني كله عن الدعاء، عن عبادة الدعاء. نعم، الكتاب الدعاء الثاني، مخ العبادة، معروف. طيب، نعم، هو كان يسميه الدعاء الجماعي والكتاب الخير. الآخر، يبدو أن سكايب يعني عاد معنا أو لنا مرة أخرى. طيب، يعني اسم الكتاب الكتاب الثاني كان عن الثاني إيه؟ الداعية المؤثر، الداعية والخطيب المؤثر، لأن سعيد كان خطيب جمعة، وكان يعني يمكن من تلامذته اللي كانوا خطباء في المساجد، فكان يعني الكتاب الثاني كان الداعية والخطيب المؤثر. كان بيخطب فين؟ كان بيخطب وسبحان فين الله، الشهيد سعيد؟ في أي كان مساجد؟ خطيب من هل هو مسجد المساجد، مثلا مساجد، السنية فقط أو ولا كل المساجد ولا لا إيه؟ لا 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 لا، سعيد كان بيخطب في مساجد كثيرة في المنطقة، في شبرا، يعني لو عديتهم لحضرتك كثير من المساجد كان بيخطب فيها سعيد، يعني وكان الناس مسجد يعرفونه الفتح، إماما مسجد وخطيبا الرحمن، مسجد، وواعظا نعم ويقبلون منه هذا؟ نعم 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 نعم، وكانوا بيحبوه كمان، يمكن حضرتك يعني لما يعني سبحان الله، يعني كثير منهم كان بيحبه، كان بيرتبط بيه ارتباط شخصي، ان لو واحد منهم عنده مشكله شخصيه ويمكن اكبر منه سنا، كان ياتي ويجلس معه في البيت وياخذ رايه ويستشير ويفضفض معاه يعني بالساعات، رغم ان هو كان يصغرهم سنا، يعني فكانت علاقتهم دي مش مجرد خطيب جمعه بس، سامحيني في ولكن هذا السؤال، ارتبطوا ولو بيه. انه يعني انا يعني المفروض في مثل هذه الاحداث لا نسال عن انتماء سياسي او غيره، لكن هل كان ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين؟ أكيد كان بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ليه اكيد؟ بقول لحضرتك سعيد كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. طيب كان ينتمي، نعم. طيب الشهيد سعيد كان نعم بينتمي نعم لجماعه الاخوان المسلمين فيما يشاع عنهم، يعني وسامحيني برضو على غير ما يقال، يعني دائما كان يصور أهل رابعة على أنهم الإرهابيون الذين يخططون لهدم البلاد وتدمير العباد. حضرتك لو علم الناس مدى سمو أخلاق الإخوان المسلمين ومدى عطاء الإخوان المسلمين، وده بيحس بيه الناس اللي تعاملت مع فرد من أفراد الإخوان المسلمين، يعني بفضل الله عز وجل، يعني يمكن لو ضربنا سعيد كمثال للإخوان المسلمين، يعني أنا لما كنت عايزة أفكر كده ممكن أقول إيه عن سعيد، فسعيد يعني أخلاقه يشهد بها الجميع، كبير وصغير، يعني الناس مواقفه، الذين كان يخطب فيهم الشهيد سعيد كانوا يعلمون جيدا ويدركون جيدا نعم أن نعم هذا الرجل ينتمي إلى فكرة الإخوان المسلمين نعم وجماعة الإخوان نعم المسلمين، وكانوا نعم يقبلونه على ذلك، وكانوا يعني وكانوا يحبوه، يتعايشون معه على ذلك. نعم نعم ومن جيرانه اللي كان يأتي أيضا ويجلس معه ويستشيره في أموره الشخصية، هو يعلم أن هو إخوان مسلمين، لأن نعم سعيد كمان يعني سعيد اعتقل مرتين قبل كده بسبب انتمائه انه للاخوان ده في المسلمين، عهد، ومع ذلك في الناس أي عهد معذرة؟ في عهد مبارك، في في عهد عهد م... مبارك، نعم، وكانت الناس يعني تعلم هذا، ومع ذلك كانوا بيحبوه، ومع ذلك كانوا يعني يستشيروه في امورهم الخاصه، ومع ذلك كان يعني بيمثل بالنسبه لهم، للصغير بيمثل قدوه، وللكبير بيمثل، يعني احيانا كان يقول لي الاكبر مني سنا بيعاملوني كاني يعني كاني اكبر منهم من حيث الاحتواء، نعم. فهيك كان عنده يعني ميزه طيب، احتواء اللي امامه يعني. السؤال نعم يعني في الحقيقة الذي كررته كثيرا كلما تحدثت إلى سيدة أو ابنة أو أخت أو شقيقة، نعم المرأة نعم المصرية المصابة المكلومة اللي هي من أصل التراب المصري الأصيلة التي تعبر فعلا عن المرأة المصرية، هذا سؤال يعني أولا ما استضفت امرأة ولا سيدة ولا بنتا ولا شقيقة ولا أخت في هذا البرنامج مكلومة في عزيز لديها إلا وجدت صبرا فوق التصور، وجدت يقينا يعني فوق الخيال لم نعهده من قبل، يعني هذا اليقين وهذا الثبات وهذا الصبر، ربنا يجعلكم من الصابرين ويعطيكم الأجر بغير حساب، جايبينه منين؟ اتعلمتوه ازاي؟ يعني ازاي وصل لكم هذا المفهوم؟ زي انتوا بهذا الثبات، ونحن نعلم ان الزوجة من زوجها بمكان والاولاد من ابائهم بمكان، منين ده؟ يعني اولا الصبر والثبات من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليس من عند انفسنا، ده اولا. ثانيا ان يعني من تربى على فهم صحيح للاسلام يعلم ان كل قدر الله عز وجل خير، وان حياتنا كلها يعني يسيرها الله سبحانه وتعالى كيف ما شاء، وان ربنا لا يقدر علينا سوء ابدا، ده اولا. ثانيا ان احنا يعني سبحان الله نعلم ان هذا الشهيد نال خيرا من كل مكان يمكن ان يناله في الدنيا، احنا نعلم ان يعني سيد الشهداء
سيدنا حمزة، ورجل قال كلمة حق توجه سلطان جائر فقتله. نعم. فنعلم أن كل شهيد من دول إن شاء الله هو عند الله سبحانه وتعالى بمكان، ونال يعني نال ما كان يتمناه، فلما الحزن؟ بل بالعكس، ده احنا بندعو الله سبحانه وتعالى، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اللهم ارزقنا شفاعتهم. فعلى قدر، وده لا يعني ان احنا ما فيش في قلوبنا حزن على فراقهم، بالعكس، يعني يعلم الله عز وجل ما في القلب، ان احنا بشر، الله عز وجل يعلم ما في القلب من حزن لفراقهم، ولكن يعني يصبرنا المنزله اللي نتمنى ان يكون ربنا سبحانه وتعالى رفعهم اليها واعطاهم اياها، خصوصا يعني ان كل واحد منهم مش بس سعيد الجزار، ولكن كل واحد منهم كان في الدنيا يعني نعم الانسان. فلما يموت سعيد الجزار على طريق الحق، نعلم ان هو ان شاء الله رب العالمين في منزله ان شاء الله كريمه عند الله عز وجل، نحسبه كذلك. فهذا ما ينزل على قلوبنا الصبر، بل بالعكس، فعلا فعلا بندعو يا رب، يا رب ثبتنا من بعدهم على طريق الحق، والحقنا بهم في جناتك يا رب ان شاء الله. طيب، يعني بتقولي ايه للولاد، للبنات، يعني ربنا يبارك لك فيهم، دعاء وسهيله 6 سنوات واربع سنوات، بيسالوا عن ابيهم ازاي؟ بتقولي لهم ايه؟ بتعلميهم ايه؟ هم بناتي صغيرات، فلازم اخاطبهم على قدر فهمهم طبعا. فيوم ما جم انا وريت لهم صور باباهم وهو شهيد وازاي ابتسامته، فيعني كان طبعا متاثرين، فقلت لهم بابا الحمد لله كان بيلزقنا بكل حاجه كويسه، كان بيبقى هو المتقدم عننا وسبقنا ليها، كذلك بابا سبقنا للجنه، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بابا على طول كان بيختار حاجه كويسه، يختار الدنيا ولا يختار الجنه؟ قالوا لا، هيختار الجنه. فده اللي انا بقوله لهم، اللي يستوعبوه دلوقتي، بابا في الجنه، بابا ان شاء الله في حياه افضل، بابا روحه في يعني في حواط الطير، يطير في الجنه كيفما شاء. فبنتي الصغيره الحمد لله رب العالمين تملي يعني تقول انا بابا في الجنه، ولما اروح لبابا يعني، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يعني كونهم يستشعروا ان بابا في حاجه احسن، دي بتخفف عنهم فقدان الوالد. طيب اسمحي لي اختي الكريمه، يعني غالبا نود في هذه الحلقات نحن نتواصل مع اصدقاء الشهداء واصدقاء اسر المكلومين ايضا. معنا الاستاذ محمد حسن، وهو صديق للاستاذ سعيد رحمه الله. استاذ محمد، يعني احكي لي عن طبيعة الصداقة بينك وبين الشهيد سعيد. هل كانت تجمعكم مثلا مهنة؟ هل كانت تجمعكم جيرة؟ هل كانت تجمعكم بلدة أو إقامة؟ ما هي الصداقة أو طبيعة العلاقة والأخوة بينكما؟ أنا أعرف المرحوم سعيد من سنة 89، ما شاء الله، يعني منذ أن كنا في المرحلة الثانوية، وارتبطنا مع بعض ارتباط وثيق عن طريق المسجد، وتعرفت بيه في المسجد. إذا هي أخوة مسجد، يعني المعرفة بدأت من، نسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا يجمعنا في الآخرة. نعم. تعرفنا من المسجد، كنا في الثانوية، كنا بنستعد لامتحان الثانوية، وتعرفنا، كنا مجموعة كبيرة، كنا 5 أفراد، وما زلنا حتى هذه اللحظة يجمعنا الله عز وجل في الدنيا، نسأل الله تبارك وتعالى ربنا يجمعنا في الآخرة مع اخونا سعيد ان شاء الله، ربنا يقبل الشهيد ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله. كيف تلقيتم الخبر كاصدقاء واخوه للشهيد سعيد؟ هل كنتم تتوقعون ذلك؟ هل كان خبرا مفاجئا بالنسبه لكم؟ لا، لم يكن مفاجئا. ليه لم يكن مفاجئا؟ الفض كان وحشي. كان متوقع ان كل انسان داخل الميدان ان هو يلقى الله عز وجل في هذه اللحظه. فلم يكن مفاجئا. نعم. يعني هل كان هناك يعني في اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد سعيد أي كلام بينكم أو أي حديث لا ينسى ربما تذكرتموه فور استشهاده مباشرة؟ سعيد كان لنا مواقف كثيرة معاه لا تنسى، لكن سعيد يعني هو شخص فعلا خلقه الله عز وجل للآخرة، يعني احنا تخرجنا وكان كثير، وأنا منهم، يعني كان كثير مننا همه الرزق والتكسب والسعي والسفر، الا ان سعيد المرضي كان لا تشغله. ماذا كان يشغله؟ لا تشغله اطلاقا. يعني ماذا كان يشغله؟ سعيد كان صاحب طموح وشغف رهيب بالعلم والاخره. يعني سعيد ما كان، يعني
ما كان في مهمة تقف قدامنا في عامل من الأعمال إلا وكان هو يبادر بيها ويتحملها. يعني ما كنا نقعد نفكر أو نخطط لعمل، يعني كان دائما ما يتحمل الثقال من الأعمال. أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا محمد حسن صديقي الشهيد سعيد الجزار. ويقول أن هم كانوا إخوات تعرفوا في المسجد، لعل محمد وسعيد يكونان ممن تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخوان اجتمع في الله تحب عليه وافترق عليه، وهم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. كما أشكر أسرة الشهيد سعيد سيد الجزار من محافظة القلوبية، شقيقه الأستاذ حمادة الجزار وزوجته الأخت فتحية زوجة الشهيد سعيد سيد محمد الجزار. ونتواصل معكم دائما، فتابعونا وأحياء في الذاكرة. شكرا لكم، إلى اللقاء.